صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير الحق، يقول هل هناك نبي قتله قومه؟ نعم، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، قتلوا اليهود، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى وقتلوا، لكن لم يسمى لنا. الله جل وعلا قال قتلهم الأنبياء، دل على أنهم قتلوا أنبياء كثيرين. نعم. صلى الله عليكم سماحة. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، دل على أن هذا دابهم. نعم.